رجعنا لكم مشاهدينا، ودائما من وزاراتنا مؤسساتنا رائده في بناء القدرات الشخصيه. ومع دوره الكاريزما راح ننتقل لكم في هذا المشهد مع زميلنا نايف المسلماني ودوره الكاريزما في وزاره البلديه والبيئه. صباحك الله بالخير نايف. صباحك بالخير زميلتي شيخة المناعي، متواجد في وزارة البلدية والبيئة. عندهم دورة اسمها قوة الكاريزما، ايش معنات الدورة؟ حق من؟ هلا راح نعرفها مع الأستاذة فاطمة آل سعد اللي راح تشرح لنا أكثر عن هذه الدورة. صباحك بالخير. صباح النور. يعني ليش هذه الدورة هذه؟ مقدمينها حق الموظفين ولا حق المدراء؟ احنا والله فكرنا فيها ان بنسوي يعني دوره على مستوى الوزاره، على اساس انه يكون تحت رعايه اللي هي اداره تخطيط البنيه التحتيه مع الدراسات، بالتعاون مع قسم الدراسات والبيئه. وننظمها الدوره عشان القياديين كلهم، سواء من الوكيل او مساعدينا والمدراء ومساعدينهم ورؤساء الاقسام وحتى رؤساء الوحدات. الهدف منها ان احنا نعلمهم شلون القياده تكون، لان المدير ساعات يكون بس مدير، يعني المدير اللي هو متسلط، بس احنا نحاول ان نخليهم يفهمون ايش معنات القياده، على اساس ان يقيدون الادارات كلها بمحبه، يعني يخلون الموظف يحب الدوام، يحب يشتغل، يحب يؤدي. بالفعل هذه ممكن نطور من المدير وكذلك حتى من الموظف. لكن بالنسبه للدورات هذه، يعني هل انتم دائما تقيمون سلسله دورات بين فتره وفتره، او انتم دائما تحددون فئه معينه سواء كان مدير ولا موظف للدورات؟ احنا عندنا برنامج كاداره، عندنا برنامج على مدى السنه، كل شهر عندنا مدرب من مدربين اهل الدوحه، يعني مدربين قطريين يشرح حق الموظفين. بس هذه اول مره نسوي على مستوى الوزاره كلها، على اساس ان القياديين كلهم، يعني بهدفنا القياديين هالمره. سيدة فاطمة، أنت يعني مدربة ما شاء الله دولية معتمدة، مثل هذه دورات الحين اللي تصير، يعني أنت ليش داخل فيها؟ مثل عنوان الدورة وقوة الكاريزما، هل أنت حددتي مثل هذه العناوين؟ والله أنا منسقة الدورات هنا في الإدارة، فأحاول أنسق مع الجهات المعنية وأدور الموضوع اللي يأثر على الإدارة، يعني على الإدارات كلها في الوزارة، على أساس أن نعدل. يعني إحنا هدفنا القيام بالوزارة بطريقة أفضل وأحسن، حتى في خدمة المجتمع ترى، لأن لما أنا أخلي الموظف يؤدي بطريقة أفضل، معناته أنه راح يخدم المواطنين بطريقة أفضل. زين، يعني شن هي الرسالة اللي تحبين أنت توصلينها حق الموظفين من هذه الدورات؟ يعني قوة الكاريزما لو المدير حصلها، هذا ممكن أنه يطور أكثر بين المدير والموظف نفسه، فأن العائد يكون للإدارة نفسها ولا للجمهور؟ للكل، لأن لما أنا أعدل على المدير وأخليه يعرف يتعامل مع الموظفين، الموظفين تلقائيا لما يجي موظف يحب الدوام أحسن من موظف كاره الدوام، لما يجي الدوام ويشتغل صح أكيد أنه بتكون نفسيته أفضل. يعني هي العائد كله على المجتمع كامل، مش على فئة معينة. يعني سيدة فاطمة، هالدورات هذه يعني أنتم تنظمونها من داخل الوزارة أم لكم تعاونات خارجية؟ لا، مع مراكز عدة والله، يعني كم من مركز كم من مدرب، ساعات يكون تعاون شخصي وساعات يكون تعاون على مستوى الوزارة، يعني اللي مثل ما تقول الشركات والجهات المعنية. زين، في مخططات قادمة، يعني دورات حددتوها راح تقيمونها إن شاء الله في الفترات الجاية، مؤتمرات أو أي شيء يعني ممكن يقام من وزارة البلدية والبيئة؟ إن شاء الله، إن شاء الله قريب تسمعون أخبار حلوة، وعندنا إن شاء الله أفكار وايد كبيرة، وإن شاء الله بندعوكم أكيد تكونوا موجودين بإذن الله. ما في شيء حصري؟ إن شاء الله بناديكم على الحصري بروحكم إن شاء الله. الله يعطيك العافية سادة فاطمة السعد، منسقة دورات ومؤتمرات في وزارة البلدية والبيئة. بالفعل مثل هذه الدورات يعني تنظم وتطور من المدراء وكذلك الموظفين، وهذا أكيد عائد على الوزارة. تطور الوزارة هو من تطور المجتمع. والآن نرجع إلى استديو في الضحى مع زميلتي الشيخ المناعي. شكرا لك نايف المسلماني على هذا التقرير الرائع من وزارة البلدية الخاص بالكاريزما.